اهلا بيكم مرة تانية في قناة مجرة كيبوب اللي هتقدروا من خلالها تعرفوا كل الاخبار الجديدة عن فرقة بلاك بينك. من جديد لي سيدري تأكد على انها ملكة الكيبوب بدون اي منازع، وده لانها كانت اكتر فنان من البوب الكوري تم ترشيحه لحفل جوائز الفي ام اي والاي ام اي لعام 2024. ففي يوم الثلاث اللي فات 8 اكتوبر تم الاعلان عن ترشيح ليسا لحفل جوائز الام تي في في اوروبا، وبالتحديد ليسا اترشحت لاربع فئات وهم افضل كيبوب واكبر قاعدة جماهير وكمان افضل فيديو وافضل تعاون. ده غير ان ليسا كانت اول فنان من البوب الكوري تم ترشيحه في فئة افضل فيديو حفل الامفي الاوروبي. ورغم ان كل عضوة حاليا في فرقة بلاك بينك مشغولة بجدول عملها الفردي، ولكن من الواضح ان فرقة 21 ما زال موقفها عنيف اتجاه فرقة بلاك بينك وبالتحديد جيني. فبالرغم من انشغال جيني الشديد بعودتها المنفردة، ولكنها حضرت حفل 21 الاخير في سيول حتى تدعم عودة المجموعة. ورغم المحاولات الكبيرة من جيني حتى تقضي على اشاعات الصراع والخلاف بين بلاك بينك و 21، ولكن موقف عضوات 21 كان بشع جدا اتجاه جيني. اول حاجة شاركت ساندرا بارك والمعروف عنها دارا مجموعة من الصور على تويتر لعائلة YG، والصور كانت بتضم كل فنانين وكالة YG اللي حضروا حفلة 21 ما عدا جيني. رغم ان جيني صورت مع 21 وراقصين YG الخلفيين، ولكن دارا ما شاركتش الصورة، وده اللي خلى عدد كبير من الجمهور ينتقد افعال دارا، وهي انها لحد دلوقتي مش قادرة تعترف بجيني كفرد من عائلة YG. ومش بس دارا اللي كان موقفها وقح جدا مع جيني، ولكن حتى سيال قائد 21. فسيال اللي شاركت مجموعة من الصور لفرق الفتيات اللي حضروا حفلة 21، منهم بيبي منستر واسبا ونيو جينز، وكلها كانت صور ملونة. اما صورة جيني كانت باللون الابيض والاسود. ده غير ان سيال وضعت تاج لحساب بلاك بينك بدل من حساب جيني، ودي كانت تعتبر للتقدير كبيرة منها. وحقيقة الجمهور شايف ان الموقف ده واتجاه جيني وقح جدا. ده حتى الجمهور عبر عن غضبه الشديد من افعال 21 وقالوا من الواضح ان 21 بتكره بلاك بينك بشدة. وانت كمان شاركني في التعليقات هو رأيك في تصرفات دارا وسيال اتجاه جيني.